ايوه يا منى انت فين؟ انا هنا يا صفاء اهو. انا قاعده بقالي ربع ساعه مستنياكي. انا هنا اهو رافعه ايدي لابسه شار بحر. شفتك شفتك. تعالي ده انت زي القمر. ايه بيقولي لاخوكي؟ طب اقعدي تشربي ايه؟ بقول لك ايه، انا اللي عازماكي وما تعمليش فيها حركات بنت البلد دي لحسن مش شاربه حاجه. ماشي يا ستي انا معزوم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو انت ما صدقتي ولا ايه؟ انت بخيله زي صلاح. قولي لي قولي لي احسن، انا حاسه اول مره اكتشف صلاح. لا هو ان جيتي للحق يعني هو حنين واللي في جيبه مش ليه. طب احكي لي انت تعرفوا بعض ازاي؟ يعني انت زميلتنا في الجامعه؟ لا انا مش مكمله تعليم. غريبه. اصل اكيد صلاح بيحبك قوي. ليه؟ ما تزعليش مني، اصل صلاح طول عمره كان نفسه يتجوز واحده جماعيه. هو ما لمحليكيش بحاجه كده ولا كده يعني؟ لا خالص، هو انا وصلاح اخوات بس زي ما تقولي كده بينا وبين بعض حواجز. يعني هو بيخاف عليا قوي وما بيحبش، او بمعنى اصح بيتكسف يتكلم معايا في موضوع المشاعر. مقفل؟ ما انا عارفه صلاح، انت هتحكي لي عنه. الا مقفل ده رفض زميلي في الجامعه لما جه يتقدم لي لمجرد ان احنا خرجنا مع بعض بره. يا نهار اسود. وعمل ايه؟ عمل ايه؟ ده شتم وهزق وطرده. وبصراحه بقى مش عارفين نعمل ايه. ان شاء الله كده لما موضوعنا يبقى رسمي هسلك لك امورك. يا ريت يا منى يسمع من بقك ربنا، احسن احنا بصراحه واقعين في مشكله جامده. مشكله ايه يا اختي بعد الشر؟ احكي لي. لا هو انت يعني عايزه على طول كده تعرفي كل حاجه؟ ما انت هتحكي لي هتحكي لي النهارده بكره هبقى مرات اخوكي. وانا يا ستي حماك. قولي لي بقى صلاح تقدم لك ازاي؟ مش فاهمه يعني. يعني الشكل الارتباط كان عامل ازاي؟ جيل مامتك جيل باباكي؟ عادي يعني اتقدم لي قرينا الفاتحه ولبسنا دبه. غريبه قوي. امال ليه يعني ما جابلناش سيره؟ ما هو مستني ينجح ويعلق الدبور. ادخل. هو حضرتك مش نازل؟ لحد امتى يا بابا هتفضل كده؟ هو حضرتك حاسس بالذنب؟ خايف اكون ظلمتها؟ ما تسامحها يا بابا. سامحها؟ هسامح واحدة خانتني مع راجل تاني؟ بص يا بابا انتوا جيل واحنا جيل. يعني جيلكم بيوافق على الخيانة؟ خلاص يا سيد انا موافق. قولوا لي تعملوا ايه؟ رسيني انا دقة قديمة مستعد اعمل زيكم. هعمل ايه؟ يا بابا كل حالة وليها ظروفها والظروف بتختلف. هتقول لي اتجوزت واحدة أصغر منك ليه؟ يمكن بسبب فشل جوازاتها الأولانية وإحساسها إنها بدأت تكبر. وأنا ذنبي إيه؟ أنا ذنبي إيه في ظروفها؟ يا بابا إحنا لما بدأنا نتكلم في الموضوع ده أنت كنت متعاطف معاها، ولما اتكلمنا شوية بقيت مختلف ومتحامل عليها. واللي بطلب تحاليلها هتأكد ده. أنا بصراحة ما بقتش فاهم حضرتك. أنا شخصياً يا ابني ما بقتش فاهم نفسي. يا بابا انت الراجل اللي جواك مجروح عشان عرفت واحد تاني، وهو ده اللي مخليك مش عايز تسامحها. والله كبرت انت، كبرت يا ابني وبقيت تحلل اللي جوا ابوك. قول لي انت بعمل ايه؟ صدري متضايق، عايز انزل اشرب شويه هوا. متأكدة إن أخوكي في البيت؟ أدام مش في ورشة يبقى أكيد في البيت. أنا من رأيي إن إحنا ناخد محامي معانا أحسن، أنت عارفة أخوكي مجنون. جرى إيه يا فتحي؟ أنت هتخاف ولا إيه؟ لا يا أخويا ده حقنا. أخوك وأنت أدرى بيه، مش هسيب البيت بالساهل. والله بقى ده بيع وشراء، لو مش عاجبه ياخد دماغه في الحال. ربنا يستر. بقول لك إيه يا فتحي؟ ما تجيش والنبي يا أخويا ساعة الجد وتناح. أنا قتلت البيت ده. وأنا قبل منك. السلام عليكم يا سعيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلوا. ازيك يا أبو جمال؟ الحمد لله يا عم فتحي.
امال الواد جمال فين؟ مش باين يعني. راح مشوار كده. ايه مشوار؟ امال بيقولوا يا اخويا ده غطسان بقاله اسبوع. هم بيقولوا كتير يا سناء. ما تخش في الموضوع دغري يا سناء. موضوع ايه؟ خير؟ سمعت كده يا اخويا والله اعلم ان انت كتبت الورشه والبيت باسم الواد جمال. حصل. ولا انت عندك مانع يا سناء؟ ابدا يا اخويا، ربنا ما يجيب اي موانع. ادام قانوني ما اقدرش اتكلم، بس كمان قانوني يا سعيد يا اخويا، الورشه والبيت بقوا ملكي. ايه ملكك ايه؟ ما تجيبي من الاخر يا سناء. في ايه؟ تقول لك ايه يعني يا ابو النسب، الواد جمال ابنك باع الورشه والبيت لاختك سناء. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا فتحي؟ اهو ده اللي حصل يا اخويا، والعقود اهي وعلى يد محامي وشهود كمان، والواد جمال قبض 50,000 باكو باكو ينطح باكو. غريبه، ده انا كنت فاكراها قالك. امال الواد ودى الفلوس فين؟ امتى حصل الكلام ده؟ من 10 ايام بس. ابن الكلب يا جمال، يا ابن الكلب، رميت ابوك في الشارع يا جمال. خلاص يا سناء، خدت بتاعك، ضحكت على الواد وخدت منه البيت والورشه. لا 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 يا سعيد، خلي بالك من كلامك يا اخويا، انا ما ضربتش حد على ايده، وبعدين انت مش كنت ناوي تبيعهم لحد غريب؟ خلاص انا اولى من الغريب. طب كنت تقولي لي يا سناء، ما احنا برضو اخوات. ضحكتني يا سعيد، من امتى يا اخويا كنا اخوات؟ ده انت عمرك ما حنيت عليا ولا على عيالي، جاي دلوقتي تقول لي اخوات؟ ماشي يا سناء، ماشي. بردت قلبك يا سناء، ولعت النار في قلبك. ماشي يا اختي، تحب الم شنطة هدومي واطلع بره بيت ابويا، ولا تحب فتحي يطردني ويرميني بره بالشارع؟ امور يا سناء، امور يا اختي، امور وانا تحت امرك. بقول لك ايه يا سناء، يلا بينا دلوقتي علشان النفوس شايله، نبقى نجيله لما يهدى كده. يلا بينا. سناء اخوك ياخد منك البيت تعيطي، تاخدي منه البيت تعيطي، في ايه؟ اول مره اشوفه مكسور كده. ده برضه اخويا. نسيت اللي عمله فيكي؟ ما نسيتش يا اخويا، بس كان نفسي كل واحد فينا ياخد حقه من الاول ونعيش في سلام. اهو على الاقل كنت خدت بالي من ابنه اللي باظ. هو اللي بوظه، قعد يدلع فيه وهو صغير لحد ما راح منه ما عرفش يربيه. هو بقى يا فتحي ربنا يهديه له. طب اعمل ايه دلوقتي؟ انا مش فاهم حاجه. والنبي يا فتحي تسيبني في حالي دلوقتي، بكره نبقى نروح له. خلاص انا رايح اقعد على القهوه.